جولتنا الصحفية مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار التكنولوجية، والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نطالع منها تطبيق لتحسين صورك السيئة وجعلها مثالية. أطلقت شركة أدوبي المتخصصة في تعديل الصور تطبيقا جديدا يعتمد الذكاء الاصطناعي لتحسين صور السيلفي الرديئة بشكل جذري. وتعمل مجموعة الأدوات التي يوفرها التطبيق على ضبط زاوية التصوير وتغيير عمق الصورة عن طريق ميزة Depth of Field، فيما تقوم أداة أخرى تسمى ليكويفي بجعل الصورة تبدو وكأنها قد أخذت من زاوية أكثر إغراءً. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة القدس العربي ميزة مثيرة في آيفون الجديد. جاء في تفاصيل الخبر، كشفت تقارير جديدة أن شاشة هاتف آيفون الجديد لن تكون التغيير الأكثر إثارة في النسخة الجديدة من الهاتف، وإنما إضافة جديدة متعددة الوظائف. وأظهرت تقارير جديدة أن آيفون 8 الجديد سيشمل موصلا ذكي مشابها للمشبك الثلاثي الموجود في جهاز آيباد برو، والذي يستخدم مع أجهزة الواقع الافتراضي. صحيفة الإمارات اليوم مشاهدينا عنونت بين صفحاتها موتورولا تكشف عن هاتف ذكي جديد. كشفت شركة موتورولا عن هاتفها الذكي الجديد موتو جي بلس من الفئة المتوسطة، موضحة أن الجهاز الجديد يعتمد على نظام جوجل أندرويد، ويأتي الهاتف في جسم مصنوع من المعدن ويمتاز بكاميرا سريعة. وأضافت الشركة الأمريكية أن تقنية التركيز ذات البكسل المزدوج تعمل على ضبط التركيز بسرعة في الكاميرا. وختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدينا من صحيفة القبس الكويتية، ومايكروسوفت تطلق تحديثا جديد لويندوز 10. أطلقت شركة مايكروسوفت التحديث Creators Update لنظام تشغيل ويندوز 10 الذي يوفر للمستخدم كثيرا من الوظائف الجديدة. يعمل التحديث الجديد على تسهيل عملية إنشاء المحتويات ثلاثية الأبعاد على الأجهزة المكتبية، إذ يتمكن المستخدم عن طريق برنامج Paint 3D الجديد من إنشاء الرسومات وتعديلها ومشاركتها مع المستخدمين الآخرين.